إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، مع كتاب ذم المسكر للحافظ ابن أبي الدنيا نعيش في هذه الأمسية إن شاء الله. وكتاب ذم المسكر كتاب مهم، وخصوصا في هذا الزمان الذي ظهر في الفضائيات وعلى مقاطع اليوتيوب من ينادي بجواز بعض أنواع الإسكار، بل منهم من أطلق الأمر وأجاز الإسكار ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكان الحافظ ابن أبي الدنيا أن كتب هذا الكتاب وبين فيه الوعيد لمن تجرأ وتناول المسكر. والمسكر له صور وأشكال، والعبرة هي الإسكار، فقد يكون بالحشيش، وقد يكون بالمخدرات، وقد يكون بالخمر، وحتى أن الناس في هذا الزمان يسمونها بغير اسمها كما سيأتي معنا، فأطلقوا عليها ما يسمى بالمشروبات الروحية والعياذ بالله، وهذا من أشراط الساعة. فإذا إخواني في الله، هذا الكتاب للحافظ ابن أبي الدنيا فيه تحذير ووعيد لمن تجرأ وشرب المسكر. وأيضا ظهرت فتنة في زمن الإمام أحمد، دعا فيها بعض الناس إلى جواز شرب الخمر والنبيذ بحجة أنه لا حرج في ذلك، فكتب كتاب الأشربة. ويذكر أن الإمام أحمد كان يجعل هذا الكتاب في كمه، وكلما جلس مجلسا قرأ الأحاديث التي تحذر وتبين وتنفر من الإسكار. فإذا هذا الأمر إخواني في الله جد خطير وهو قديم، فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ شبابنا وبناتنا من هذه الفتاوى الضالة التي تظهر هنا وهناك. وافتتح الحافظ ابن أبي الدنيا بأثر من طريقه في الإسناد من طريقه، وأصله أيضا موجود موقوف عند النسائي، وصححه شيخنا الألباني رقم 66 و605 آلاف. قال: سمعت عثمان رضي الله عنه خطيبا يقول عمن مضى، يذكر عن الأمم السابقة، يقول: اجتنبوا أم الخبائث، فإنه كان رجل في من كان قبلكم يتعبد ويعتزل الناس. إذن هو ليس فقط يتعبد، بل لا يخالط الناس. فعرقته امرأة غاوية. امرأة غاوية هي المرأة الجميلة التي استغنت بجمالها عن المحسنات، ولكنها لم تحفظ جمالها، فأرادت أن توقعه. لما؟ حسدا. فبعض الناس يحسدك إذا أطعت الله، ولا يريد منك أن تستقيم على أمر الله، مثل هذه المرأة التي علقت. فماذا فعلت؟ فأرسلت إليه خادمها فقالت: إنا ندعوك لشهادة. فدخل
هو على نيته وأراد أن يشهد، ولكن ينبغي للمؤمن في زمن الفتن أن يحتاط وأن يتنبه إلى مكر الماكرين، وخصوصا في هذا الزمان. فكما أسلفت، فبعض الناس يغضب بسبب استقامتك، لأنه يكره الإسلام، لا لا نكفره، لا أنه يبغض السنة، لا لا، ولكنه حسد من عند أنفسهم. كيف أنت تطبق السنة وهو لا يطبق؟ يغضب، فيريد منك أن تكون مثله. فهذا هو حال هذه المرأة العاصية الزانية، تريد ماذا؟ أن يبتعد هذا المتعبد عن طاعة الله. فدعته إلى الشهادة فاستجاب. يا أخي كيف تستجيب؟ وأشهدي غيري، أنت أصلا معتزل، وهذه ضريبة العبادة من غير علم. فعبادة من غير علم توقع بصاحبها الويلات. فهذا هو الحال. فأرسلت إليه خادمها فقالت إنا ندعوك لشهادة. فدخل فطفقت، انظر، أغلقت الأبواب. فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة جميلة، هي غاوية، استغنت عن المحسنات بسبب جمالها. ولكن ما فائدة الجمال مع العصيان للرحمن؟ جالسة وعدهم غلام وباطية خمر. الباطية يعني مثل وعاء كبير، وحتى هذه الكلمة كانت تستخدم من بعض كبار السن عندنا، يقولون عنده باطية. فقالت إنا لم ندعك لشهادة، ولكن دعوتك لتقتل هذا الغلام أو تقع علي، والعياذ بالله الزنا، أو تشرب كأسا من هذا الخمر، فإن أبيت صحت وفضحتك. رجل متعبد وصاحب سمعة حسنة، ووقع في هذا الفخ من قبل هذه المرأة الحاسدة الفاجرة العاصية، ثم بعد ذلك خلت به وخيرته بين هذه الأمور الثلاثة. أيضا وقع في خطأ آخر بسبب قلة علمه. طب ما تفضحي، شو المشكلة؟ أنفضح عند الناس؟ طب ما أنفضح عند الناس، أنا بهمني شهادة الناس، ربي سيبرئني كما برأ عائشة أم المؤمنين، وخلي الناس ما عرفوش ومت وأنا مظلوم، هذا بنفعني يوم لا ينفع مال ولا بنون. فهذا أيضا ضريبة عدم طلب العلم، وقع في الخطأ الآخر. فقال، فلما رأى أنه لا بد له من ذلك قال اسقني كأسا من هذا الخمر. إذا كان ولا بد فأشرب كأسا من هذا الخمر. فسقته كأسا من الخمرة. قال زيديني، فلم يرم حتى وقع عليها. ذهب عقله، شرب الخمر فزنى بتلك الفاجرة وقتل النفس. فقال عثمان فاجتنبوا الخمر، فإنه لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر. واحد بيشرب حبوب يقول أنا عندي إيمان، لا يجتمعان. واحد يشرب الخمر ويقول عندي إيمان، لا يجتمعان. واحد بيشرب مخدرات وبقول عندي إيمان، لا يجتمعان. لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر في صدر الرجل أبدا، ليوشكن أحدهما أن يخرج صاحبه. دائما هذا حال الطاعات والمعاصي، لا تجتمع في قلب المؤمن، وإنما
إحداهما تغلب الأخرى. نعم، نحن نقول قد يكون عنده حظ من إيمان وهناك عصيان، لكنه يكون هو الغالب. لذا قال ابن القيم: القرآن غذاء القلوب، والغناء غذاء القلوب، فأحدهما يطرد الآخر. لا يجتمع واحد يحب الأغاني مع واحد يحب القرآن، واحد من اثنين، يا بتحب قرآن أو بتحب أغاني، لا يجتمعان، بمعنى أنه سيغلب أحدهما الآخر. يعني بصير عندك محبة للقرآن، محبة إيش؟ ضعيفة إذا أحببت الغناء. فإذا هذا يعطينا درسا، وهي أن المعصية تقود معصية أخرى. عن ابن عباس قال: من كان محرما أو محرما ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ. النبيذ، إذا في زمن التابعين ظهر من يقول هذا النبيذ لا حرج، وهو مسكر، لأنه من العنب والعسل. فليس العبرة المادة، العبرة هو أنه مسكر أم لا مسكر، فلا يجوز. ثم ذكر رحمه الله رقم 8 من طريق عبادة بن الصابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستحلن آخرة، هي آخر أمة الخمرة، باسم يسمونها إياه. يعني يأتي أقوام يسمون الخمر بغير اسمها. وسبق أن أشرنا إلى هذا في بداية كلامنا، يسمون الخمر نبيذ، مشروب، مشروبات روحية، وهكذا أشياء تقولها. ودائما الباطل إخواني في الله من أسباب رواجه أنهم يغيرون الأسماء حتى تلاقي قبول عند الناس. فمثلا التبرج، يقولون هذا تطور وتحضر وحرية، والصواب هو تورط وليس تطور. وتجد مثلا يسمون هذا الشخص الذي يأكل الربا، يقولون مستثمر تاجر والعياذ بالله. فإذا تغيير الأسماء حتى تلاقي قبول عند الناس، حتى تلاقي قبول عند الناس، فهذا من أسباب انقلاب الموازين. فيسمون الربا فائدة، ويسمون الخمر مشروبات روحية، ويسمون والعياذ بالله الانفلات من الأخلاق تحضر وحرية، ويسمون الانقلابات والخروج على الحكام وقتل المدنيين والمؤمنين والمسلمين والفتن إيش؟ ثورة. ويسمون قتال المسلمين جهادا في سبيل الله، ويسمونه الربيع، وهذه أسماء حتى يمشون الباطل. لذا القاعدة عند الفقهاء: العبرة بالحقائق والمعاني، لا بالألفاظ والمباني، العبرة بالحقائق. لو قلت لك عن هذا الكأس وهو كأس من ماء، اشرب خمرا هل يصبح حراما؟ الجواب لا، لأن هذه التسمية لم تغير حقيقة الأمر. وكذلك العكس، لو قلت لك على الخمر اشرب ماء هل يصبح حلالا؟ الجواب لا. فإذا العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وأمر آخر إخواني في الله ينبغي التنبه إليه، أنه
هذا سماه بعض السلف فتنة، وسماه الناس سنة. فإذا تركت الفتنة قال الناس تركت السنة، انظر فحصل الهلاك والعياذ بالله. فتنة ولكنهم يسمونها سنة. فإذا تركت الفتنة قيل تركت السنة، وهذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، أي تستمر مدة طويلة ويتخذها الناس سنة. قيل: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ لا، لسه قبل ذلك. حتى إذا تركت، قيل تركت السنة، جاء قوم وتركوا هذه الفتنة، فإذا بالآخرين يقولون تركت السنة. قيل: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراؤكم وقل أمناؤكم وكثر خطباؤكم وقل فقهاؤكم وتفقه لغير الدين وكثر أمراؤكم وقل أمناؤكم. انقلاب الموازين، انقلاب الموازين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن انقلاب الموازين بقوله: ليأتين عليكم سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. انقلاب الموازين. وينطق فيكم الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هو تافه، لا علم ولا فهم، ويتكلم في الناس والناس يسمعونه، والمشاهدات بالألوف بالملايين. فإذا هذا مع اشتهار النبيذ، فبعض البلاد ظهرت فتاوى قال: يا شيخ، عندي سوبر ماركت، إذا لم أبع فيه النبيذ الخمر فيفشل، فهل أبيع؟ قال: يا أخي بيع. هذا من باب الاضطرار والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والرزق بيد من؟ بيد الله. فكيف تعصي الله وأنت تقول الرزق بيد الله عز وجل؟ ثم ذكر رقم 13، قال: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن الدب والحنتم والنقير والمقير. هذه آنية، إشي في الشجر في الأرض، في، ولكن عندما تجعل فيها التمر ويجعل فيها العسل يظهر الخمر. ثم دعت بجارية حبشية فقالت: سلوها، فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبيذ قد يكون حلالا، كيف؟ ما لم تصبر عليه المدة. فالعنب، شراب العنب حلال، لكن إذا انتظرت عليه فترة يصبح خمرا. وكذلك التمر و أشياء، ويعرفها أهل الخبرة، ونحن الحمد لله لا نعرف هذا ولا هذا، ولكن نسأل الله أن يحمينا وإياكم. فقالت: كنت أنتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء من الليل ثم أوكيه وأعلقه، فإذا أصبح شربه.
إذن المدة قصيرة، وبالتالي بناء على هذه المدة لم يظهر الخمر ولا الإسكار. ولذا إخواني في الله ظهر في هذا الزمان ما يسمى ببيرة وماء شعير وعصير شعير ومن غير كحول وحلال وإسلامية، وكل هذا لا وزن له. والسبب أنه بسبب جعلها في المستودعات فإنها يتكون فيها الكحول ويتكون فيها الخمر، وعندها تصبح مسكرة للكميات. وقد يقول قائل أنا شربت ولم أسكر، ونحن العبرة كما سوف يأتي معنا الفرق، والفرق 3 أصع إلى 4، والصاع ما يقارب 2.25 لتر أو 2.5 لتر. يعني كأنك لو شربت 10 لتر هل تسكر تتأثر؟ فعندها يحرم عليك القليل، ما أسكر كثيره فقليله حرام. ومن شرب ثم قال عن ابن عمر كل مسكر خمر، إذن العبرة الإسكار، وكل مسكر حرام. ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة، يعاقب عقاب آخر وهو أنه لا يشربها. وأهل الجنة يشربون الخمر لكن ليست كخمر الدنيا. وهنا أيضا الرواية الأخرى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما ذكرنا عن الفرق. فالعبرة ليس أن تقول شربت هذا الكأس ولم أسكر، والعبرة الإنسان السوي. فقد يصبح بعض الناس بسبب إدمانهم على الخمر أنهم لو شربوا 2 كأس و3 و5 لا يسكرون، بسبب أنهم يشربون بالزجاجات باللترين وبالثلاث. فبالتالي المقياس والإنسان السوي. فما أسكر كثيره فقليله حرام، يقول لك أنا ما بسكر إلا بس أشرب 2 قزازتين غير هيك ما بتأثر، ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذا بسبب إدمانك. ثم بعد ذلك لا تميز بين العصا والأفعى، وبين حلالك وحرامك، بين زوجتك وأختك وبنتك وأمك والعياذ بالله. وهنا هذه الرواية عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام فما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. الفرق قلنا 3 إلى 4 أصع، والصاع 2.25 لتر أو 2.5 لتر، وبعضهم يجعل 3. فكأنك لو شربت 4 في 3 12 لتر 10 لتر. فإذا شرب 10 لتر فسكر فمعناته هذا مسكر. وهؤلاء المدمنون يقولون أنا ما بسكر إلا بقزازتين، والقزازتين كلهم 3 لتر. وهذا أصلا إنسان قد لا يدري عن نفسه، فقد يكون سكرانا أصلا وهو يقول عن نفسه أنا لست بسكران، كالمجنون يقول كل الناس مجانين وأنا إيش عاقل، وهو يقول كلكم سكرانين وأنا إيش صاحي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبالتالي إخواني في الله الخمر أم الخبائث. وهنا الرواية الأخرى رقم 21 قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام.
رقم 25 عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر لم يرضى الله عنه 40 يوما. وفي الحديث الآخر: لم تقبل له صلاة 40 يوما. 40 يوم مطالب بأداء الصلاة لكن لا أجر لك فيها والعياذ بالله، لأنه شرب الخمر. طب يترك الصلاة؟ لا يترك، لأنه إذا ترك الصلاة لا أجر وفي إثم، لكن هذيك يصلي لكن لا أجر له، لكن لا يوجد إثم ترك الصلاة، فهذا ليس فيه دعوة إلى ترك الصلاة، وهذا يدل على عظم إثم شارب الخمر. وكتب أحمد شاكر كتابا سماه كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر، حيث بين صحة حديث: ومن شربها الرابعة فاقتلوه، من شرب الأولى فاجلدوه، ثم إذا شرب الثانية فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاقتلوه. والحكم لولي الأمر وليس لنا، نحن لا نقتل، وإنما هو لولي الأمر. يقتل هذا الذي يشرب الخمر لأنه شرب كم؟ المرة الرابعة، وفي كل مرة يجلد. إذن من شرب الخمر لم يرضى الله عنه 40 يوما، فإن مات كافرا وإن تاب تاب الله عليه، أي فعل فعل الكافرين، وإن عاد كان حتما على الله أن يسقيه من طينة الخبال، إذن له عقاب في النار غير أهل النار، وهو أنه يشرب من طينة الخبال. فقلت: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: صديد أهل النار. أهل النار والعياذ بالله بسبب هذه النار، فالجلود تحترق ويخرج منها الصديد، فخروج هذا الصديد هو يشربه والعياذ بالله. وعن ابن عباس رجلا سأل ابن عباس عن نبيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان يشرب بالنهار ما صنع بالليل، إذن لا يتأخر، ويشرب بالليل ما صنع بالنهار، وهذا سبق أنه لا يتأخر عليه حتى لا يصبح مسكرا. طبعا هنا مسألة، وهي مسألة مخالطة الخمر للحلال، فلها حالتان: إما أن تجعل الحلال يسكر فهذا لا يجوز أن تأكله، والحالة الثانية أنها لا تجعل الحلال مسكرة فعندها يجوز أن تأكله، لكن الأولى والأتقى والأقرب إلى الله أن تبتعد عنه ردعا لمن أعده، وهذا الذي أعده آثم. كيف؟ لو أن قوما جعلوا نقطة خمر في تنك ماء، فهل يصبح تنك الماء حراما؟ الجواب لا. لما؟ لأن هذه النقطة استحلت. وفي بلاد الكافرين هناك من يجعل الخمر مع البوضة ومع السندويشات، عيشتهم هكذا، خمر بخمر، فالأصل ألا تأكل منها، وحتى لو لم يظهر عليك فأنت صعب أن تقدر وهذه البوضة تسكر أم لا. وبالتالي إخواني في الله، الحذر ثم الحذر. فقول العلماء أن الخمر إذا استحلت وذهبت معالمها
أن هذا لا يحرم هذا المأكول، هذا عند الحاجات وعند عدم رفع ودفع هذا الفعل من قبل أولئك الأشخاص. ومع ذلك فالأصل البعد حتى تطهر قلبك ونفسك وجسدك من الخمر. فهنا قال عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر رضي الله قال: الخمر ما خامر العقل. إذن هذا هو الضابط في الخمر، أنه خامر العقل. قال: قام عمر على منبر المدينة فقال، قام عمر على منبر المدينة فقال: إن الخمر حرمت، وهي من خمسة من العنب والعسل والتمر والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. إذن قد يكون أكثر من شيء تصنع منه الخمر، وإنما الضابط هو ماذا؟ الإسكار ومخامرة العقل. ومحمد بن سيرين عن عبيدة قال: اختلف علينا في النبيذ، فما أشرب من كذا وكذا إلا الماء والعسل واللبن. انظر، ظهر في زمانه مشروبات لم يستطيعوا أن يميزوا هل فيها إسكار أم لا، فماذا فعلوا؟ تركوها احتياطا، وما عادوا يشربوا إيش إلا الماء واللبن والعسل. فإذا أهل الديانة ينبغي لهم أن يحتاطوا، كيف بتشرب أنت ماء شعير وبتقول لي والله عشان كليتي وعشان بطني وعشان؟ والقاعدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم. هذا خبر يفيد الأمر أن تبتعد عن المحرمات إذا أردت أن يشفيك الله، ولا تقول أشفى بالمحرم، فالثقة بالله وإذا مرضت فهو يشفين. فإذا لا عذر لك في شرب الخمر أو ماء الشعير المسكر لكي تشفى من بعض الأمراض. وماذا تفعل إذا اشتبه عليك؟ اترك احتياطا. وأصر من بعض الصيادلة عندما كان يقول لي: يا شيخ، هذا الذي تريد أن تأخذه دواء للكحة هذا خمر، ويسد عنه الدواء الفلاني. قال: هذا مسكر، بل بعض العصاة يشربونه لا للعلاج، ليسكروا، كما يشرب بعضهم الكالونيا والعياذ بالله. فإذا إخواني في الله، ما دام أن هناك علاج لهذه الكحة أو الأمراض بشيء آخر غير هذا المسكر فنذهب إليه. أما عند الضرورات والعلاجات، قل لي: يا شيخ والله بدي أدخل على عملية جراحية، فهل يجعل لي البنج والبنج فيه إسكار؟ قل: هذه إيش؟ ضرورة. ومن يستطيع أن يدخل عملية جراحية من غير أن يأخذ هذا البنج وهذا التخدير؟ فلا تقيس هذا على ذاك. بهذا إخواني في الله يتضح معنى أن أهل الديانة والاستقامة في زمن الغربة يواجهون الخمر في مسائل أصبحت مسلمات عند كثير من الناس، كما أسلفنا فماء الشعير مسلمات عند بعض الناس عادي، ودواء الكحة الذي فيه إسكار مسلمات. ثم بعد ذلك من عاش في ديار الكفر فيجد الفتاوى أشكال وألوان تجيز له أن يبيع الخمور بسبب تعذر إنشاء هذا المشروع التجاري
لبيع الطعام والشراب إلا برفقته الخمور. والأمر الآخر إخواني في الله الذي ينبغي التنبه إليه، أن الخمر هي مفتاح الشر وهي أم الخبائث. نسأل الله إخواني في الله أن يحفظنا وإياكم، والله الهادي والموفق. ونختم بما ذكر عن قيس بن عاصم المنقري، قال: حرم الخمر في الجاهلية. وقال إذن هو في الجاهلية وكان يحرم على نفسه شرب الخمر. قال: رأيت الخمر مصلحة وفيها مناقب تفسد المرأة الكريمة. فيها مصالح، لكن إيش؟ وإثمهما أكبر من نفعهما. فلا والله أشربها صحيحا، ولا أسقي بها أبدا سقيما، ولا أعطي بها ثمنا حياتي، ولا أدعو لها أبدا نديما، أي صديقا. إذن هو قبل الإسلام ومع ذلك لا يشرب الخمر، فجاء الإسلام لحفظ العقل. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. بهذا نكتفي، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.